تحدي أكثر من رائع من الحارس المتألق أحمد فوزي. برافو أحمد فوزي، هاي هاي يستحق الإشادة والإجابة. يعني جايب الكرة قبل كده زقته، وإن يبعد عن الجاذبية الأرضية ويتعامل معها، إن يفضل طاير كده ولحد ما يوصل ويلمس الكرة، قمة المرونة واليقظة. أحمد فوزي واحد من أبناء النادي الأهلي، واحد من نجومه في بداية الألفية. أكلم حضراتكم على حالة حب وحالة انتماء وحالة غيرة كبيرة جدا على الكيان، بيجسدها طبيب بدرجة حارس مرمى أو جول كيبر بدرجة دكتور. ضفنا نجم النادي الأهلي كابتن أحمد فوزي، ضفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن أحمد، وأهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي القناة وحبايبي، واللي أنا أفتخر إن أنا واحد منهم. يعني ربنا يوفق النادي إن شاء الله، ونشوف أيام حلوة جميلة. طبعا مقدمة يعني أشكركم عليها، وزي ما قلت لك قبل بداية الحلقة، الناس بتقدم لك كل التحية، ربنا يوفقك ويكملها لك على خير. الله يخليك كابتن أحمد، أهلا بيك. خليني قبل ما أدخل في تفاصيل الحوار كده، كان في مناقشة دايرة النهاردة، وبعدين لقيت ليها صدى كبير جدا حتى بين الزملاء في الاستوديو. ميسي ولا مارادونا؟ عن نفسي ميسي. ميسي. ميسي جه في دايما نظرة حارس المرمى للمهاجم مختلفة عن الجمهور ومختلفة عن أي حد. طيب يمكن الاثنين ككورة، من وجهة نظري يعني الاثنين ككورة قريبين قوي من بعض. بس ميسي جه في وقت القوة والسرعة أعلى بكتير من مارادونا. مارادونا كان بيمتاز بالقوة والسرعة مع المهارة. ميسي عنده نفس برضه قوة وسرعة ومهارة، بس الوقت بتاع ميسي أصعب بكتير من مارادونا، عشان كده دي وجهة نظر. إنما الاثنين قامات في الكوره مش هتتكرر تاني. طيب مين مواصفات المهاجم، هنخش بقى في حراسه المرمى على طول، مواصفات المهاجم اللي تقلق كابتن احمد فوزي؟ اولا المهاجم اللي بيفكر. يعني مش لازم يعني في عينه لاعبين، مثلا زي لو قلنا مثلا في احسن وقت لمصر كان عمرو زكي وعماد متعب واحمد حسام ميدو. تمام. اكتر واحد بيفكر فيهم هو رايح على الجون عماد متعب، ده اللي يخوفني اكتر. انما عمرو زكي وميدو ما شاء الله قوه. أيوه. القوه ممكن تقابلها بقليل من الفكر. انما الفكر عشان تقابله هتحتاج انت بقى كثير من الفكر. فكر وكثير من الفكر وقوه وسرعه رد فعل. أيوه. مع قوه انفجاريه الاربعه. أيوه. مع بعض. فعشان كده بالنسبه لي اللعيب المهاري كراس حربه يبقى اصعب بكتير من اللعيب القوي. هتكلم معاك عن الكوره، واتكلم معاك عن الكوره دلوقتي، وعن النادي الاهلي وعن منتخب مصر، بس خليني الاول افتكر معاك وارجع بيك فلاش باك. مش عايز اكبرك قوي، بس 20 سنه ورا كده فلاش باك قوي. وبدايتك مع الاهلي، انت ابتديت مع الاهلي 99 مظبوط؟ فيرست تيم. ابتديت 99، انما انا مع النادي من 96 تقريبا. متصعد فوق، وكنت ناشئ ومتصعد من 96. يمكن الناس ما تعرفش ان انا حضرت كابتن احمد شوبير. حضرت كان في حارس معانا اسمه تبان صوت، ولو حد يفتكر طبعا. كابتن ايهاب جلال الحارس، مش كابتن ايهاب جلال اللعيب بتاع الاسماعيلي. اتصعدت معاهم 3 سنين، واول سنه اتأيد فيها كانت 99. قعدت من 99 ل 2003، ومشيت في اخر موسم 2003. اكتر حاجه بتميز الفتره اللي قضاها كابتن احمد فوزي بفانيلة نادي الاهلي؟ يمكن اكتر حاجه بتميزنا ان احنا كنا فرقه تلامذه زي ما بيقولوا. كنا كلنا ناشئين من الفرقه، من النادي يعني. ما كانش معانا حد كبير. كابتن هادي خشبه، كابتن وليد صلاح الدين، يمكن كان معانا كمان كابتن اسامه عرابي في اواخر ايامه، كابتن محمد يوسف، يمكن خمس ست عصام، بس عصام برضو كان ساعتها لسه صغير 27 سنه. ما كانش كبير قوي. وائل جمعه حتى لما جالنا صغير السن، شادي محمد جالنا صغير السن. كنا كلنا بعد كده فرقه، كلنا طالعين من الناشئين مع بعض. كان عندنا حب النادي الاهلي والانتماء للنادي الاهلي اهم من اي حاجه، وده اللي مش موجود دلوقتي. انت شايف انه فكره الانتماء للنادي او حب النادي او حتى بين قوسين كده ابن النادي مصطلح ما يعرفوش الجيل ده من أكيد من اللاعبين؟ اكيد اكيد. ابن النادي دي مش اي حد على فكره، مش لازم يكون من مش لازم يكون موجود في النادي، مش لازم يكون متربي في النادي. ابن النادي دي ابن مبادئ النادي الاهلي، اترباها عند ابوه على طبليه ابوه، وجه
لقى موجوده في النادي فاتطعم بها زياده. ممكن يكون لعيب مش يعني ما عندوش اخلاق في بيته. طب انا هقول لك حاجه، تريكا لما جه النادي الاهلي متربي تربيه نظيفه، لما جه شرب اخلاق النادي واتطعم بها زياده. صحيح. قيس على ذلك عماد النحاس نفس القصه، قيس على ذلك وائل جمعه، قيس على ذلك شادي، قيس على ذلك بركات. لعيبه كتير جت من بره ولكنها متربيه صح في بيت ابوها، لما جت النادي عرفت يعني ايه اخلاق وقيم ومبادئ النادي الاهلي. في لعيبه كتير وخصوصا في الجيل ده. احنا طب برضو عشان اقول لحضرتك، احنا لما ظهرنا كان اول تعاملنا مع ناس الله يرحمهم دلوقتي يعني ربنا يرحمهم، احنا حضرنا كابتن صالح الله يرحمه، حضرنا كابتن صالح طبعا كابتن كان بيمرنا كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه، كابتن محسن صالح، كابتن ابراهيم عبد الصمد، الوحيد اللي من الجيل السابق عنده اخلاق ومبادئ النادي الاهلي ولسه بيمرن لحد دلوقتي ربنا يديله الصحه. المدربين كابتن احمد عبد الباقي، انا اول ما اشتغلت وانا 11 سنه كان ماسكني كابتن مصطفى عبده، تخيل بقى تخيل كشخصيه يعلمك ايه. طبعا كابتن مختار قعدت معاه 4 سنين كبيره جدا. دول المدربين اللي مسكونه في الناشئين، كابتن احمد عبد الباقي، انت متخيل دول هيربوا ايه؟ طب تسمح لي اقول لك حاجه؟ اتفضل. يمكن المعادله والحسابات مختلفه، يعني في ناس كتير جدا وانا عارف يعني بدون ذكر اسماء، بس انا عارف نجوم من العيار الثقيل في النادي الاهلي اتعرض عليهم ان هم يسيبوا النادي واتحطت لهم شيكات على بياض ومبالغ بال7 ارقام، ورغم كده رفضوا وتمسكوا بالنادي الاهلي. في ناس بتحسبها بـ 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 بالانجاز، بالقدره على الانجاز، وانت بتنتمي لكيان زي النادي الاهلي في مجد وشهره ورصيد كبير جدا من نجاحات هتفتخر بيه. في ناس بتحسبها حب الناس، يعني انا النهارده لما بقى قاعد وحاسس ان في 70 80 مليون بس جوه مصر بيحبوني وحاطيني في حته لوحدي وبيدعوا لي وهيفضلوا يفضلوا حتى شايلين. بعد ما بطل كوره يعني وكم من نجوم النادي الاهلي بطلوا كوره من زمان وما زالت الجماهير النهارده حطاهم في مكانه خاصه جدا. دي حسبه ثانيه. وفي ناس ثانيه بتحسبها فلوس بس. طيب ايه المانع ان كل واحد يحسبها بحساباته؟ طيب احسب زي ما انت عايز، بس الرد الفعل انت اللي هتستحمله لوحدك. بمعنى انا اخترت الفلوس، خلاص يبقى انا مختار الفلوس. الجماهير زعلت مني هستحمل غضبها. في لعيب هي لو بنتكلم على واقعة رمضان، الجماهير ما زعلتش بس عشان فكرة انه اختار الفلوس، هي الجماهير زعلت انه طول الوقت كان بيتكلم على انه ابن النادي وانه مش ممكن يلعب في مصر غير الاهلي. فكرة الخيانة، يعني انا اقبل منك انك انت تكون، وانا اسف ان انا بقول لفظ خيانة، بس انا شايف يعني في تقديري انك انت تعلن طول الوقت حاجة معينة وتعبر عن وتكلم جماهير عريضة زي جماهير النادي الاهلي بحاجة معينة، وتيجي في لحظة معينة تغير الكلام ده 180 درجة، هو ده اللي الجماهير ما قبلتوش. رمضان لو كان احترف بره مصر ما اعتقدش انه في حد من جمهور النادي الاهلي كان هيزعل منه ولا كان هينساه. رجع النادي الاهلي او ما رجعش النادي الاهلي، لكن هي الفكرة هو تبدل او تغير المواقف، ايا كان سببه او ايا كان حساباته ده قراره هو ومحدش تاني ممكن يلومه عليه، لكن هي الفكرة انا بكلم من وجهة نظر الجمهور. الناس اتضايقت من فكرة انك في حتة خيانة. في حتة وجع، في حتة ألم ما كانش المفروض انها تحصل من لاعب زي رمضان صبحي. بأي حال من الأحوال الخيانة بتتحسب أكتر على اللعب بالعاطفة. لو كان تفكير سليم موازي للي هو بيعمله مفيش مشكلة، لو قال من الأول أنا هعترف مش هكمل في النادي الأهلي عادي، إنما تلعب على حتة العاطفة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي كبيرة جدا. سبقوا فيها عبد الله السعيد، بس الميزة في عبد الله إنه ما طلعش يتكلم. بعد ما حصل للاسف رمضان طلع اتكلم وعمل حاجات بايخه يعني ما تصحش. ممكن نقول لسه يعني عيل صغير ولسه لما يكبر ان شاء الله كلامه هيتقل شويه او اتزانه هيتقل شويه. القصه ان انا ابن النادي، هو في حاجه في يعني جمله كده الصيت او مثل بيقول الصيت ولا الغنى. طيب الناس تقول لي ليه وانا هاكل صيت ولا انا هشرب صيت؟ واحد بياخد مثلا 10 جنيه هيعيش بخمسة جنيه وهيحوش 5 ورايح ياخد في حته تانية 30 جنيه. طب فين الغنى؟ ده انا هعيش بالخمسة وهيبقى لي 5 والناس هتديني محبه بازيد من ال 30 جنيه اللي انا خدتهم الزياده دول. أيوة. خلي بالك في الاول وفي الاخر كلنا بنتنسي. يعني لو جيت في لعيبه كبيره جدا 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 في انديه تانية ما حدش يعرف عنها حاجه دلوقتي.
يعني مثلا في لعيب كان في البلدية المحلة اسمه احمد فاروق، من احرف اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي، عبد الستار صبري في وقت من الاوقات عبد رونالدو كان بيقول انا نفسي ابقى زي عبد الستار صبري، هو واحد من احرف اللعيبه اللي جت في مصر واللي انا شفتها على مدار التاريخ، ما حدش هيجي زي عبد الستار في الطريق مثلا. ماشي، واللعيبه دي مش موجوده دلوقتي. في لعيبه في كل نادي في مصر، هتلاقي ياسر الكناني ده في المنصوره كان حاجه، يعني الله يرحمه كابتن عز الرجال في المنصوره كان حاجه كبيره جدا، لما مات ما كانش معاه حاجه الا اللعيبه بتاعه الاهلي والزمالك. انا طبعا بقرن ده بده، لان في هو في فرق كبير في العدد، ولكن هو في الاول وفي الاخر مسموح بيه. ايوه، في النادي الاهلي لحد ما تموت الناس فاكراك، لحد ما كل ما تمشي في الشارع الناس عايزه تتصور معاك، كل ما تروح في حته الناس عايزه تعمل معاك اي واجب، عشان انت بس من ريحه النادي الاهلي. ايوه، تاني عشان انت من ريحه النادي الاهلي. فانت لما تروح حته تانية توقع ان اللي عايز يشيلك على راسه عشان انت من ريحه النادي الاهلي هيضطر غصب عنه، مش هيعمل فيك حاجه وحشه، ولكن زي ما بيقول كده المثل، هيطنشك، هيكرفك، هيبعد عنك، مش هيبقى فيه تقدير في المعامله عكس النادي الاهلي. ده اللي انت بتاخده بقى، ده الصيت، ده الصيت اللي يوازي كل الغنى. صحيح، في النادي الاهلي الصيت يوازي كل الغنى. صحيح، وعلى العموم عشان نفهم النقطه دي، نجوم كتير جدا سابوا النادي الاهلي لاسباب كتيره، منها الاحتراف الخارجي، ومنها الاصابه، ومنها الاعتزال، ورغم كده استمرت المسيره واستمر الاهلي في الحصول على البطوله. على نقطه مهمه جدا، اتفضل. في في لعيبه كبيره جدا راحت انديه خصوم ورجعت للنادي الاهلي لانها عمرها ما غلطت في النادي الاهلي. ايوه، دي نقطه مهمه جدا. ايوه، حتى لو سبت النادي الاهلي لازم تشيل خير النادي الاهلي على راسك من فوق. عندك حق. خلينا نكمل كلامنا مع كابتن احمد فوزي ضيفنا في السادسه بعد فاصل سريع، ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، وحوارنا مع كابتن احمد فوزي مستمر بعد الترحيب بيك مره ثانيه كابتن احمد. الاهلي عنده مشوار في بطوله الدوري سهل نسبيا، في بطوله افريقيا عليه علامات استفهام، وهكلمك بمنتهى الصراحه، جماهير الاهلي قلقانه شويه، رغم انه الفريق الحقيقه من ناحيه الارقام ماشي بشكل كويس جدا، عامل ريكوردز في تقريبا كل الارقام القياسيه المرتبطه ببطوله الدوري، الاهلي محققها، اعلى رصيد من الاهداف، اقل رصيد من استقبال الاهداف، اقل رصيد من التعادلات، اقل رصيد من الهزيمه. طبعا فرق النقاط حدث ولا حرج، وبالتالي عامل سيزن كويس، بس لسه جمهور الاهلي مش مطمن قوي، خصوصا انه الجماهير باصه او عينها على قبل نهائي افريقيا. انت بتشارك الجمهور نفس الراي ولا ليك راي مختلف؟ اكيد انا بشارك الجمهور تماما. في فرق كبير جدا بين الاهلي قبل الكورونا والاهلي بعد الكورونا، فرق كبير جدا. لسه ما وصلناش لمربط الفرس بتاعه، مش يمكن اكيد الاصابات عامل اساسي، استبعاد بعض اللاعبين لاسباب تانية عامل اساسي، عدم وجود خلي بالك احنا في اول الموسم كنا بنلعب رمضان وحسين الشحات طرفين وممكن اجاي راس حربه وتحتيهم ثلاثه نص، الكلام ده كله اتغير دلوقتي. أيوة، مفيش حد من الناس دي موجوده. يعني كل اللي بيلعبوا اساسي دلوقتي كانوا يا اما على الدكه يا اما بره ال 18. فنقطه تغيير، بس المفروض ان هم بيتمرنوا على نفس الحاجات اللي كانوا زمايلهم بيتمرنوا عليها. ايوه، في فروق شخصيه بين اللاعب والاخر، وده شيء كلنا عارفينه ومتوقعينه، ولكن احنا في الاداء العام للفرقه ما وصلناش للي احنا عايزينه لسه. السؤال الاهم، مقلق يعني اللي حضرتك بتقوله، المؤشرات دي مقلقه بالنسبه لك؟ الحمد لله ان النص النهائي اتاجل. الحمد لله، ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان كمان شهر ان شاء الله، شهر وشويه. أيوة، هيكون فرقه الاهلي رجعت كامله، الاصابات الى حد ما رجع لنا ناس، خمس اسابيع تقريبا. تقريبا هيجي لنا، هيرجع لنا اكيد ان شاء الله حسين الشحات، وربنا يحفظ الناس جميعا. رجع لنا السوليه، يمكن يكون محمد محمود يرجع، سعد سمير ممكن سعد اللي مش موجود شويه عشان مش موجود. أيوة، اصلا في افريقيا، ولكن في العموم هيجي لك كميه كويسه من اللعيبه هتريحك الى حد. أيوة، ما ناهيك بقى عن الاصابات الصعبه مثلا، يعني بتاعت متولي مثلا، متولي يعني حاجه ما نقدرش ندافع عنها. حراسه المرمى بالنسبه لك في الاهلي مش مقلقه، بس لازم نقطه مهمه جدا 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 تحصل. ان شاء الله نخلص الدوري في الثلاث ماتشات اللي جايين ان شاء الله. ايوه، بعد كده لازم علي لطفي يلعب جميع الماتشات هو مصطفى شوبير. لازم الشناوي يريح، لازم الشناوي يريح. مش عشان الشناوي وحش، لا ده عشان الشناوي كويس، بس انا عايز اوصل علي لطفي ومصطفى شوبير يبقوا قريبين منه. عشان لا قدر الله عند اي اصابه، لا قدر الله لاي سبب ما، انت ما تعرفش افريقيا الدنيا بتمشي فيها ازاي، التحكيم عامل ايه، الله اعلم،
لاي سبب ما لازم لو حد موجود منهم في الملعب يبقى واقف على رجليه. عنده ثقه في نفسه، عنده لاعبته عندها ثقه فيه، وهو عنده ثقه من الناس اللي حواليه. عشان كده لازم الاثنين اذا كان مصطفى او علي، وعلي تحديدا لانه اقرب واحد، لازم يلعب ماتشات كتير الفتره اللي جايه. انما في الحراسه عامه لا طبعا، ربنا يحفظ الشناوي ويبارك له في هو بقى له سنتين من احسن الناس في النادي شخصيا واخلاقيا. ترتب لي كده حراس المرمى في مصر، في مصر من وجهه نظرك اول ثلاث اسماء بالترتيب. يمكن في الوقت الحالي طبعا محمد الشناوي، بعديه يجي ابو جبل، ثالث واحد بقى هنختلف على اسامي كتير، بس انا من وجهه نظري يخش المهدي سليمان وجنش. هو مركز حراسة المرمى ده في حظ وتوفيق أكتر من أي مركز تاني. يعني أنا بشوف مثلا من سيزن أو من اتنين فاتوا كان في اتنين زي عواد وإكرامي يعني داخلين في المشهد بشكل كبير جدا. طيب نقطة مهمة جدا، عواد ما كانش موجود، يمكن كان الإسماعيلي كان في كلام عليه رايح جاي. إنما شريف إكرامي عشان كان بيلعب النادي الأهلي، ستاندنج النادي الأهلي يلعب منتخب مصر وهو مستريح. تمام، ستاندنج النادي الاهلي يلعب منتخب مصر كثقه وككل حاجه وكلا امكانيات وكحارس، ستاندنج النادي الاهلي يلعب في منتخب مصر. ده تعرفنا عليه من ساعه ما اتولدت، انا من ساعه ما اتولدت لقيت يعني كابتن ثابت وكابتن اكرامي وكابتن شوبير وعصام، يعني انت شايف التسلسليه لغايه الشناوي دلوقتي. فانت اللي بيلعب النادي الاهلي بيلعب منتخب مصر. برضه الزمالك بيبقى الحارس الثاني، يعني من اول كابتن عادل معمور حارس ثاني، كابتن ايمن طاهر في كاس عالم حارس ثاني، وتمشي بقى كده بالترتيب برضه عبد الواحد السيد بعد وهكذا. طيب فانت اللي بيلعب اهلي وزمالك هو ليه بقى؟ لانه بيلعب افريقيا كتير، فبيبقى عنده ثقه وبيلعب في ماتشات في روح البطوله، روح أكيد المنافسه أكيد طبعا أكيد حاجات أكيد دي بتفرق أكيد كتير جدا، فبتفرق كتير. اما بقى قصه توفيق وعدم توفيق، اكيد التوفيق بيجي للي بيحترم الكوره وبيشيلها فوق راسه وبيتعب عشان خاطرها. يعني محمد الشناوي ما كانش موجود خالص في النادي الاهلي، في ظرف 4 سنين محمد الشناوي احسن حارس موجود في مصر. يعني من 4 سنين الشناوي كان بتروجيت، ما كانش حد يعرف عنه حاجه، كنا بنتكلم عليه من بعيد ما حدش يعرف عنه حاجه. هو 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 فعلا فكره انه يعني اصل اللي انت بتقوله ده ينطبق على مش بس حراسه المرمى، ينفع النادي ينقل مستوى يعني يطلع بمستوى اللعيب لحته ثانيه. يعني انت بتقول مثلا الشناوي، طب ما ابو تريكه كان في الترسانه ما حدش يعرف عنه حاجه، جه الاهلي بقى وائل جمعه كان في المحله، ما حدش ينفع النقله دي تحصل؟ وايه اللي مطلوب من اللعيب عشان يقدر يحقق النقله؟ لان الناس في برضه خد بالك في لعيب بمجرد ما بيلبس تيشرت النادي الاهلي يقول لك انا خلاص كده يعني انا عملت كل حاجه. طيب اكيد اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي هو لعيب كويس جدا وكان في فرقته باين وظاهر وكل حاجه، ولكن الامكانيات ما كانتش مساعداه، اللعيبه اللي حواليه مش مساعداه يقدم كل مردوده. انما انت في النادي الاهلي فانت كل اللي حواليك لعيبه سوبر، فانت لما تلعب مع لعيب سوبر اكيد مستواك الفني والذهني والبدني بيزيد. ده شيء بديهي. فانت لما تلم 10 12 لعيب كلهم فكريا وذهنيا وبدنيا وفنيا عاليين، غصبا عنك مستواك هيعلى معاهم. برضه بالحراسه، انت اكيد مدربين حراس المرمى في النادي الاهلي احسن من حتت تانيه كتير. فانت لما تتمرن مع مدرب شغال بطريقه معينه وتيجي تشوف مدرب تاني بيشتغل بطريقه احسن، غصب عنك مستواك هيعلى. مع ثقتك اللي بتعرف نفسك بوجودك تحت الثلاث خشبات في مرمى النادي الاهلي، لا ده انت بقى خلاص بتركب جناحات زي ما بيقولوا. متابع الدوري المصري يا كابتن؟ اكيد اكيد. مين اللعيب اللي تقول النادي الاهلي حط عينك عليه، او مين اللعيب اللي انت شايفه صفقه يستحق النادي الاهلي ينظر ليها بعين الاعتبار؟ طيب يعني اكيد احنا عندنا لعيب، بس احنا مش احنا اللي مش واخد حقه عندنا. عمر حمدي ده انا شايفه لعيب خليفه بركات، ده لاعب يعني لاعب من عندنا. بس انا بقول لحضرتك يعني ده لعيب كويس جدا جدا جدا. في باك رايت في ام بي اسمه، هو مواليد 2000 باين، كان بيلعب في نجوم المستقبل اسمه حاجه فريد. ماشي، باك رايت كويس جدا. في مثلا باك رايت في اسوان، بس انا مش متذكر اسمه، حاجه بسيوني ولا علي، مش لفتوا نظرك الثلاث لعيبه دول؟ انا بدور على الحتت اللي يعني ناصر الحتت اللي الاهلي الاهلي بيدور عليها يعني. تمام. في مثلا انت لو فتحي، لو عايز تغير لو فتحي بعد السيزون مشي، شايف هاني لوحده ما يسدش؟ استحاله. وفكره ان انت ترجع اكرم توفيق عشان يلعب باك رايت برضه مش هتنفعك، مش شايف انت لازم تجيب واحد باك رايت
وانا شايف ان اقرب واحد يجي يحل مكان فتحي بنفس قلبه وروحه ومجدعته هو رجب بكار. انا لعبت معاه 3 سنين في الداخليه وعارفه وعارف امكانياته، لعيب هايل وهينفع النادي الاهلي قوي 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 في الحته دي. عظيم. اخدك ونروح ماتش الاسماعيلي بعد يومين، ازاي بتبص الماتش ده؟ يعني طبعا بعيدا عن الثلاث نقط المهمين جدا، هنتكلم على 8 نقط ناخدهم نحسم بطوله الدوري ان شاء الله، وثلاث نقط مهمين بالتاكيد، لكن يبقى دايما مباراه او تبقى دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه ليها طابع خاص. ازاي بتبص لها وازاي شايف فرص الاهلي فيها؟ طب عشان نبقى بس على امانه، الاسماعيلي مش هو الاسماعيلي بتاع كل سنه يعني، بس مع كامل احترامي الاسماعيلي لما بيلعب الاهلي بيبقى حاجه حتى لو كان بيتحول. في بالظبط كده بيحصل فيه تحول. ماشي انا معاك تماما، بس برضو احنا يعني ايه على ارض الواقع. انت لو دخلت يعني راجل في الملعب، لو شفت اللعيب من هنا قدام لعيب من هنا في كل مكان هتلاقيك انت متفوق. ايوه تمام. فانت على ارض الواقع زي ما بقول لك على الورق قبل ما تخش المباراه انت متفوق، ولكن هتفرق معاك بقى في جوده اللعيبه اللي موجوده في الملعب في وقتها. طبعا انا احيي مستر فايلر اللي قدر يهرب من قصه 4-2-3-1 ويلعب 4-4-2 دايموند. حلت موقف كبير جدا بوجود مروان وتحتيه بادجي، دي حلت لنا موقف صعب جدا كنا بنمر بيه. وجود جيرالدو على الطرف، الناس يمكن الناس دايسه عليه شويه، اهدوا عليه مهما كان، حتى لو وحش هيجي له وقت هيبقى فيه توفيق، مش على طول التوفيق هيبقى معاه. ناهيك ان اجاي مش في حالته، فانت لازم غصب عنك تدي جيرالدو، ولازم غصب عنك زي ما بتدي شيخ، والشيخ ماشي بطريقه مميزه، يمكن احسن فتره للشيخ من ساعه ما جه النادي الاهلي. لسه كنت بقول كده، يعني احسن فتره للشيخ من ساعه ما جه النادي الاهلي. ياخد يبقى هيزيد. انت عندك نص الملعب مفيش خلاف على ديانج وحمدي فتحي، الاربعه اللي ورا مفيش تغيير من الاربعه اللي ورا، فانت انت التيم بتاعك ثابت، ولكن يمكن هتفرق في حاجه واحده بس، لو هتلعب 4-4-2 دايموند يعني في وقت من الاوقات كتير بتلعب واحد تحتيه واحد. لا، انت لو هتلعب بطرف مثلا، عملت فتره من الفترات في الماتش اللي فات ماتش الحرس فتحي وقدامه محمد هاني قبل ما تغير فتحي. مظبوط. في الوقت ده بالذات ما كنتش تطلع مروان ده، لان انا هيبقى عندي فتحي بيعمل اوفرات من هنا وعلي معلول بيعمل اوفرات من هنا او محمد هاني من هنا، كان لازم يبقى تلعب باثنين سترايكر، لان انت كمان كان اخر ربع ساعه، فما كنتش تطلع مروان يعني. وبعد خصوصا ان مروان العجله ابتدت تمشي معاه والمكنه تطلع قماش. ففي اوقات كده يعني بيعمل حاجات غريبه شويه مستر فايلر، بيعمل تغييرات. طبعا هو ده المتاح، وخلي بالك احنا ما عندناش حد، يمكن على الورق احنا اقل الفرق في الاربعه اللي في نص النهائي، رغم انه ناس كتير بتقول قوي انه الثلاث نقط بتوع الحرس كانوا تغييرات فايلر، التلاتة أفشا وأجايي ووليد سليمان. وشكل الفرقة اتبدل في العشر بس يعني. شكل الفرقة اتبدل ليه؟ عشان وليد سليمان مش عشان حد تاني. وأجايي يعني أجايي عامل 2 أجايي، ما هو خلي بالك بس أجايي عمل 2 أسيست. أجايي مش في حالته. أجايي ده بيقول لك راجل معجب بيه احتمال يبتدي ماتش الاسماعيلي اساسي، حاسس ان هو استعاد جزء كبير جدا من مستواه. يا رب احنا نكره ان أجايي يبقى فايق، احنا نتمنى. ده انا قلت من مكاسب الماتش ده يعني بعيدا عن الثلاث نقط وال80 دقيقه اللي حرقوا دمنا الاولانيين، انه وليد وأجايي وقفشه ومعلول كمان، مش عايز اظلم معلول طبعا عامل ماتش. لا بس اقول لك حاجه، لا قفشه احنا برضو مش عايزين نطلع بيه السما في 10 دقائق جاب فيهم جون من كره عرضيه. معنويات يا كابتن، معنويات بس، معنويات. انما أجايي ما جابش ربع مستواه الحقيقي. أجايي ده كان بيكسبنا لوحده في ماتشات بره، صفاقسي يعني قصدي سوري الترجي، ماتشات هنا الزمالك. أجايي ده تقل كبير في الفرقه، بس هو في حاله يعني استفهام غريبه، وانعدام موازي زي ما بتقول. فانا يعني خليني على اللي انا ابتديت بيه الماتش اللي فات، ولما يحصل تغيير بعد كده ماشي. انا معاك ان فايلر تغييراته افادت النادي الاهلي، بس يمكن لو تاخرنا في الهدف الاولاني للامانه يكون الله اعلم، ودي حاجه بتاعت ربنا، طبعا كناش هنقدر نجيب الثاني. أيوه. خاصه ان فرقه الحرس اخذ ربع ساعه، ربع ساعه اللي هي بتاعتنا احنا، هم استحواذهم اعلى مننا، هم استحواذهم 56% واحنا 44% في الربع ساعه الاخيره اللي النادي الاهلي عايز يكسب فيها. ايوه، فدي حاجه غريبه. ما لو دي ممكن لو عمل عمل كتير قوي، بس انا بتكلم يعني لو كوره مروان اللي في الاول اللي عملها له ماشي، اللي عملها له برضه كان حطها خلصت ماشي. بس انا بتكلم في ايه، في وقت زي ده انا ما غيرش تغييرات دفاعيه، ما طلعش باك رايت. طب عايز انقل معاك على افريقيا ورؤيتك لفرص الاهلي مع الوداد في المغرب ذهابا وفي مصر او في القاهره ايابا. للامانه لو كنا لعبنا دلوقتي كنت هبقى متخوف جدا 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 جدا، يمكن على الرغم انه الوداد نفسهم عندهم حالات كورونا كتير، عندهم حالات كورونا
ماشي. وعدد كبير من اللعيبه حجر صحي مش معترض، بس حجر صحي اسبوعين وهيرجع تاني. اسبوعين برضو بعيد عن مش يعني لعيب الكوره ما بيقعدش اسبوعين، لعيب الكوره بيلعب من 6 ايام ل 10 ايام لان عنده المناعه بتبقى قويه شويه. بس المعلومه يعني تمام تمام. فانت ممكن 10 ايام ويتمرن 20 يوم ويلعب ماتش الاهلي. ماشي. انما هي جت في مصلحتنا والله من عند ربنا. انت شايف انك انت مع التاجيل، قرار التاجيل ده خلاص؟ لا، التاجيل ده 10 على 10 في مصلحتنا. هيدينا باور وهيرجع اللعيبه كامله وهيخلي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي تلعب مع بعضها اكتر. ويرجع ريتم النادي الاهلي وكره النادي الاهلي اللي احنا افتقدناها في فتره ما بعد الكورونا. عشان كده الحمد لله ان من وجهه نظري نصف النهائي اتاجل. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى نفوز ببطوله افريقيا اللي ما عندنا بقى لها 7 سنين، رقم كبير على النادي الاهلي ما عداش عليه. انت وانت في وانت بتلعب في الاهلي خدت بطوله افريقيا 2001 2001 كنت من الناس الموجوده. دوري ابطال، دوري ابطال 2001 وسوبر. لا سوبر ده سان داونز، سوبر سان داونز 3-1 صح؟ لا السوبر كايزر باين، احنا كسبنا سان داونز هنا 1-1 هناك وكسبنا هنا 3-0. ايوه. فبقول لحضرتك انا عايزك تحكي لي بس على ظروف البطوله وتعامل اللعيبه مع بطوله زي بطوله دوري ابطال افريقيا. بيبقى ليها مفاتيح، بيبقى ليها كلمه سر. طيب كلمه سر، احنا كنا مستبعدين لفتره ما لحد سنه 99 وما كنا منسحبين يعني، وبعدين استبعدنا رجعنا 2000. في 2000 طلعنا من البن الاثيوبي باين، تعادلنا 2-2 هنا وخرجنا، ورايحين نلعب 2001 مستر مانويل جوزيه ما يعرفش حاجه عن الكره الافريقيه زيه زي مستر فايلر. لسه اول سنه ليه جاي، لقى الفرقه قوامها حوالي 22 سنه او 23 سنه. كان كل اللي بيعمله مستر جوزيه في الوقت ده ما كانش صارم زي الفتره الثانيه. في الفتره الاولانيه كان مستر جوزيه جد او كل حاجه، بس كان بيحبب الفرقه في بعضها وكان بيدي ثقه ودوافع نفسيه للعيبه. اتعاملنا مع مدربين كتير، هو احسن واحد في الحته دي، بيخلق دوافع، بيخلق دوافع كل ماتش غير طبيعيه. وبكل ماتش بماتشه يعني، مثلا الترجي هناك واحنا يعني رايحين، انت بتعادل هنا 0-0 ورايح هناك فرصه ان انت تجيب جون ما عندكش حد يجيب لك جوه. بس هو برضه في توفيق من عند ربنا، سيد يعمل كده من نص الملعب تقوم رايح في الجون، وده توفيق من عند ربنا. بس بقى التعامل الذهني والتعامل الفني في الملعب، احنا بعد ما جبنا الجون لو خدت بالك 17 نوفمبر 2001 بالظبط كده صح كده؟ بالظبط. احنا بندافع، ده كان هدف بخمسه، ما نقدرش مصر كلها اتكلمت عنه بعد الهدف. الخمسه دفاع وقدامهم كان المفروض كنا بنلعب ساعتها 5-3-2، 5-3 ديفندر لعبوا 2، راح مطلع راس حربه ومنزل ديفندر تاني، وقعدنا ندافع 22 دقيقه. ما رحناش على الجون بعد الجون، ما رحناش بهجمه، ولكن هو خلاص هو محفظك. انت رايح تعمل كده. انا عصام الحضري في الماتش ده طلع واحده، احنا كلنا يعني قاعدين في الملعب عملنا كده والله العظيم. كان فاول شد من فوق العارضه بطريقه فظيعه، كلنا قلنا جول وسبحان الله، وكان في توفيق. بس اللي انا عايز اقوله ايه، ان التعامل كان تعامل تاني خالص. رحنا مثلا في جنوب افريقيا بنلعب في الصيام، ده الماتش بقى اللي كان كورتنا فيه حلوه. ليه؟ لان هم فرقه بتلعب كوره عكس ماتشات شمال افريقيا. كله دب وخناقات وبتاع، انما هناك في جنوب افريقيا كنت بتلعب كوره عاديه جدا. اول حاجه قالها انا عايز استمتع كوره، ماتش نهائي جوزيه، انت بتلعب نهائي افريقيا. قال لك انا النهارده عايز استمتع كوره، انا عايز العب اكني رايح اعمل شو. وفعلا عملنا شو في الملعب غير طبيعي. يعني احنا كنا متفوقين على نفسنا في يوم ده. عكس هنا كانت الضغوط بقى بالجماهير. لعيبه الاهلي كابتن احمد في 30 ثانيه ايه اللي تحب توجهه لعيبه الاهلي في استعداداتهم لبطوله افريقيا؟ مش هقول لكم استعيدوا روح النادي الاهلي، روح النادي الاهلي عمرها ما بتختفي، ولكن استرجلوا شويه، خلوا الجمهور ده يقف معاه، هو واقف معاكم قوي، خلوه بقى يعني يفتخر بيكم اكتر ما هو مفتخر بيكم. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي، كان ضيفنا في السادسه مساء. وبشكر حضراتكم على المتابعه، ان شاء الله نقابلكم تاني يوم بقى ماتش الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله، نحتفل معاكم باضافه 3 نقط جديده لرصيد النادي الاهلي في مشواره لحسم بطوله الدوري. نقابل حضراتكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي وحلقه جديده. تحياتي لحضراتكم.